وللحديث أيضا عن هذا البيان المهم جدا والتاريخي ينضم إلينا للحديث الكاتب والسياسي عبد الرحمن الطريري. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وأعتقد أن ما صرح به سمو العهد وما أكد عليه سيكون نقلة نوعية حقيقية في الاستقرار فيما يتعلق بالبيئة والبنية التنظيمية والقضائية في المملكة العربية السعودية. مساء الخير أستاذ عبد الله. هو بلا شك كما ذكرت بيان تاريخي، وأنا أعتقد هذا يؤكد أن الإصلاحات الحقيقة تسير بالتوازي بين عدة مسارات. الإصلاح أربع أنظمة وأبرزها نظام الأحوال الشخصية، ويؤكد الحقيقة حرص المملكة وجديتها على إنهاء العديد من الإشكاليات، على رأسها اختلاف التقاضي بين عدة مناطق ربما محاكم، والحرص أيضا على أن تكون هناك يعني عدالة، بحكم أنه يعتبر أنه تأخير الحقيقة العدالة ولا يعتبر يعني إنجاز العدالة الناجزة، وبالتالي هذا يستهدف بشكل رئيسي إنجاز العدالة الحقيقة في وقت مناسب وعدم التأخر فيها، وأيضا توحيد الأحكام بين المناطق. نعم، نستشف أيضا هذه التشريعات أخذت بأحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية كما ورد في القضاء، وبطبيعة الحال بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة ومع قيمها. بلا شك أن هذه التنظيمات ستؤدي إلى ضمان الحقوق، القضاء على التجاوزات، الحد من أسباب المنازعات، تعزيز سرعة الفصل فيها، تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام، وهذا ما ورد نصا في بيان سموه. بلا شك أنا أعتقد أن هذا يتجاوز الحقيقة يعني مسألة وجود أي يعني ممارسة شخصية قد لا تكون دقيقة، والرضوخ إلى مسطرة واحدة الحقيقة من النظام من جميع الممارسين، وبالتالي سرعة الإنجاز القضائي وأيضا وضوح الأحكام بحكم أنها تكون جميعا مدونة. نعم، التباين الذي أشار إليه سمو ولي العهد والذي كان سائدا يعني بين الأحكام أضر بالكثير من الأفراد والأسر. سمو ولي العهد قال تحديدا المرأة. بلا شك أنا أعتقد أنه خلال السنوات الماضية كان في العديد من الخطوات نحو تمكين المرأة الحقيقة وهي شريكة في المجتمع، وأعتقد أنه لا يمكن حقيقة تمكين المرأة ولا منح حقوقها دون وجود إصلاح قضائي. أعتقد أنه الخبر الجيد جميع هو ما ذكر من أنه هناك العديد من الإصلاحات تحصل في هذا العام والقوانين التي تلي ذلك، وأنه القوانين الأربعة أيضا وصلت إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هي قريبة من خطوة التنفيذ. الكاتب الأستاذ عبد الرحمن الطريري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.